هنا في أكبر مساجد مدينة رام الله، مسجد جمال عبد الناصر، يقف الداعية والخطيب والوزير محمود الهباش يلقي خطبة الجمعة أمام آلاف المصلين. فوزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش قد اعتاد الوقوف على المنبر منذ صغره، منذ أن كان طفلا في أحد مخيمات اللاجئين في قطاع غزة حيث نشأ وترعرع. بفضل الله سبحانه وتعالى يعني علاقتي بالمسجد وعلاقتي بالدين بدأت منذ أن كنت طفلا، يعني كنت طفل صغير أتردد على مسجد المخيم. لم يكن في المخيم إلا ثلاث مساجد متباعدة صغيرة، كنت أتردد على المسجد الذي يبعد عن بيت أسرتي ربما يعني ربع ساعة مشيا على الأقدام، كنت أتردد عليه يعني بين الحين والآخر. شيئا فشيئا بدأت أتعلق وأنا طفل بالقرآن الكريم، ومن الله سبحانه وتعالى لي بحفظ القرآن الكريم وأنا طفل، يعني لم يكن عمري قد تعدى 15 سنة وحفظت القرآن الكريم وحدي، يعني لم يكن لي معلم اللهم إلا بعض الشيوخ الذين قرأت عليه على بعضهم القرآن حتى أحسن القراءة بأحكام التلاوة وغير ذلك. هذه هي البداية. بعد ذلك تدرج الأمر، بدأت اهتماماتي تأخذ منحى الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي، بدأت أدرس عن المفكرين الإسلاميين، عن الصحابة، عن